بون، لا كيسيون الاولى لا رارتي دي لايف. كاين ناس قال لك علاش ما ديرش ان لايف كل يوم؟ دونك علاش ما نديرش ان لايف كل يوم؟ اولا ما عنديش حكايات كل يوم، لانه قلنا لكم مستقبليا، يعني قلنا لكم حتى حوايج اللي قاعدين يصراو لكم درك، ما عنديش على واه نبقى نعاود فيهم. خدمه التقرعيج ما عندناش، وفما عنديش حكايات طيابات الحمام ما عنديش. من ناحيه سياسيه فصلنا الامر، قلنا الجزائر الثوره تاعنا راهي ضد استعمار حديث، كاين ناس مازالوا يحكي ويقول لك احنا ثورتنا ضد العسكر، واحد يقول لك ثورتنا ضد ما نعرف واش، ومدني خير من عسكري، واحد اخر يكذب ويحط ويجي باش ما عندناش. دونك كي نديروا لايف يا عنده محتوى عنده مضمون يا ما نديروش. مانيش حندير لكم لايف ونقول لكم الخبز زاد ولا الزيت راح، قلنا هالكم قبل ما يزيد الخبز وقبل ما يجي الزيت. فوالا، دونك بالنسبه لينا احنا درنا الواجب نتاعنا، انه قد بلغنا قبل ما الامور تصرى، بلغنا من قبل كي قلنا للشعب اللي ناض لازمك ممثلين. الله غالب ما سمعناش وسمع الابواق اللي كانت في حقيقه الامر ابواق النظام نفسه، لانه النظام هو اللي كان الهدف تاعه ما يكونش الحراك ثوره ممثله عندها قياده سياسيه وعندها مطالب واضحه ومتقبله انها قادره انها تدخل مرحله انتقاليه دون الاحتياج للنظام الفاسد هذا. دونك ما عندناش الامورات هذه، ما بقاش درك حنا دخلنا في اطار واحد اخر اللي نشرحوه في النقطه الثانيه. دونك لي لايف نديرو لايف لما يدعي الامر ان نديرو لايف، والله ما نديروش لايف هكذا برك على باب ربي جاي ندير لايف. واش راح نقول في اللايف؟ عم داروا عم خطفوا الناس، قلنا لكم باللي تخرجوا رئيس يدير فيكم الرب والنوت صب. كي قلنا لكم احرقوا البيروات بلوكي ولا زيليكسيون بريزيدونسيال ما تخليهمش يفوتوا، ما سمعتوناش. قلنا لكم ها واش حيصرى، ها الصرى راكم فيه، راكم عايشين فيه. واش حندير لايف؟ واش حنقول لكم في اللايف؟ واش حنقول لكم؟ جيري انا ندير نقول لكم باللي النظام هو اللي يخلق في المافيا، هو اللي يسربي في الدروغ، واللي يسربي في الكاشيات، واللي يقتل في ولادكم، واللي يهجر في ولادكم من البلاد. نقول لكم ثاني هذه، حتى نقولها لكم انا، ندير لكم لايف باش نقول لكم هذه، والله ندير لكم لايف باش نقول لكم ها هو لقد انتصرنا منظمه حقوق الانسان. واش هي حقوق، واش دير حقوق الانسان للجزائر؟ راكم مرات ندير لكم لايف على واه وي كيعود امر هام، نشوفوا بلي كاين امر هام لازمنا نبلغوا الشعب به، نديروا لايف عليه. لكن كي نتحدثوا في مواضيع هامه لي كيما نقولوا حنا اراء وافكار وامور عقول و vulgariser si vous voulez des sujets hautement philosophiques ou là des sujets d'histoire ou là de société, oui, ça sera pas des lives, ça sera des émissions, forme de conférence sous forme de live. Ah dit oui, mais ça les lives. Donc j'ai répondu à la première question, la rareté de live. Les gens qui ont un live tous les jours, ils peuvent voir les مسلسلات نتاع الجماعه الاخرى كل يوم راهم هنا. واحد يقيل يندب او فلان سرق او فلان دار او هذاك دا كونتر او هذاك جاب سانسير ريان سانسير ابسوليومون ريان او مدير المطار او تاع الفوسفات او هذاك باع او ولد تبون هاي بنت فلان مع فلتانه والاخر من هي الاحرار والمحابسيه و... اسمعوا هاد الناس هادو كل يوم يمتعوكم كل يوم ضاير تسمعوا فيهم بالملايين. حنا تو سامبلومون حنا ديريكت، حنا ما غيرناش الاتجاه تاعنا، حنا ما كناش نساند في بوتفليقه ومن بعد دورناها ضد النظام هذا، حنا ما كناش نتعاملوا مع لي زيكرون نتاع الاعمال، لان مش رجال الاعمال ضحكوا مش رجل الاعمال حداد مش رجل الاعمال هادو سي دي زيكرون والاخرين بكل معاهم كيف لي عمر بن عمر كومباني جماعه كوندور هادو بكل جماعه سي
دي بتيز اكتر محطوطين هربرابو سيت ان اكتر لا براف افيك لا فورتون اللي عنده الشيء اللي صار له نورمالمون يعلنها حرب كحله كونترهم كونتر النظام هذا فوالا دونك هو ثاني تاع النظام هما بكل تاع النظام لو سيستم زعزع شويه كيبدا الحراك خاف انه يتمنى يتهيكل دبدب شويه ومن بعد فاق باللي خرطي علاه باسك تبعتو ناس خرطي فوالا تبع الخرطي تقعد خرطي قالوا اذا كان قائد القوم غراب قادهم الى جيا في الكلاب ما تبعتو الباغاند والبقوق والقهوي فايكوتي ماتنو يفو اسومي دونك على الشعب انه يتحمل نتيجه عدم التنظيم تاعو نتيجه الجهل نتاعو نتيجه الاستهتار نتاعو يتحمل كل النتائج الهربه ماشي للناس الكل الخرجه ماشي للناس الكل بصح الميزيريه في الجزائر لا ماجوريتي بون جي ريبوندو لا كيسيون دونك ما تستناوش مني ان لايف كل يوم كي ندير ان لايف صافا دير عنده معنى عندنا هدف وعندي موضوع محدد يعني راح نهضر فيه السؤال الثاني قال لك ما هو مصير النضال درك مصير الثورة مصير النضال والثورة يعني كالي لافنير ولا لو دوفنير دو ميليتانتيزم دو لا ريفولوسيون جمع النضال ما يحبش وجامي يحبس لانه النضال مبدا نضال ضد الظلم نضال ضد الاستعمار نضال ضد القهر نضال ضد التعسف نضال ضد التجهيل نضال ضد التفقير النضال ما يحبسش لانه معركه ازليه انا ما نحبش كلمه جهاد هذيك باسكو لا ما عندها معنى بولحيه رخصوها رجعوها ما تسواش دونك نستعمل كلمه نضال دونك الانسان يناضل في شتى المجالات كل واحد يقدر يناضل على المستوى نتاعو بيان سور بلا ما يحط روحه في التهلكه لانه وضعيه المجتمع نتاعنا حاليا الله غالب المجتمع نتاعنا تعلم الانتهازيه وتعلم الانانيه مجتمع اناني يخمم غير في راسه يقول لك نسلك راسي ويكرفيو الفرين ويضحك كي يعود جاره في الميزيريه والله حاصل يقول لك شت انا امواني خير منه لا ماكش خير منه منين جا زواجوز نتا دونك هذا الميليتانتيزم لا ريفولوسيون الناس اللي تقول راه حتجي الثوره ما كانش ثوره تجي اتهنا ولا كان جات راه حتجي ثوره تاع جيعانين ناس راحين يخرجوا ربما على الشهريه ربما على الخبز ربما على الزيت ربما على شي با اون توكا سكي سور جامي سمعت في الجزائر ناس خرجت دارت قراب على الدول مدرح والدول اللي ما كانش باش تعرفوا لاي درجه الشعب نتاعنا رجعوه بدائي ودرك نحكموا عليه انه شعب بدائي جدا